السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يا سعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله. قراءة جديدة حصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج العذراء. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. وبعد القراءة هنشوف رسالتك من الرسائل بتقول لك ايه يا برج العذراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف، وكنت بتعاني من السحر او من المس او من تعطيل، اكتب تم وهديك اللينك العلاج او الرقم امامكم، اللي حابب يتواصل معنا يتواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف، برج العذراء، صلي على الحبيب المصطفى في التعليقات فضلا وليس امرا، وادعم الفيديو باللايك اخواتنا في الله. شايف انت وقع عليك ظلم، يعني انت وقع عليكم ظلم. شايف الظلم يعني من الناس دي ما كانش لكم علاقة في أي الظلم ده، وعلشان كده الفترة دي شايفكم خايفين من بعض الناس، عندكم ضيق في الصدر، عندكم خنقة بتديلكم من غير سبب. بس عندكم رسالة قوية الفترة دي بإذن الله تعالى. الرسالة دي فيها طاقة إيجابية، فيها خروج من الهم اللي انتم فيه، فيها خروج من الضيق اللي انتم فيه. البعض منكم بإذن الله تعالى عندكم يعني اسم كبيرة في سفر او في وظيفة او في شغل، يعني شايف اسم كبيرة هيردع المال، يعني هيردع مال، هيكون عنده ربح كبير من المال بإذن الله تعالى. شايفك عندك هتربح، اسمك هيعلى في شأن الوظيفة او الشغل او السفر او المال. صلي على الحبيب المصطفى. في حد عندك انت متعلق به جدا، تعبان، ان شاء الله ربنا يشفيه. الشخص ده تعبان، كبير في السن، سواء والده او ولد او حد قريب عليك تعبان، ربنا يشفيه باذن الله تعالى. شايف هنا كمان ما بينكم وما بين حد وقعت فتنه او وقع كلام، وانتوا سمعتم لشخص واحد ما كانش لك الحق انك تسمع من الاشخاص دول، كنت حقك تشوف من الاثنين، بلاش تسمع من شخص واحد فقط. شايف عندكم الفترة دي عندكم في تغير من نفسكم، يعني شايف ان انت هتغيروا من نفسكم بشكل كبير جدا، يعني شايف ان انت هتكونوا صادقين جدا في في مشاريعكم. بس انا شايف عندكم بومة، شايف عندكم بومة او يعني تعبان، ده عمال يبخ سم عليكم، عمال يبخ سم، عمال يأذيكم، عمال يبخ سم عليكم بالحسد. شايف ان انت عندكم سحر، عندكم سحر، سحر شديد مأثر عليكم فعلا، هو اللي تعبكم فعلا، هو السحر يعني شديد ولفترة، فخلي بالكم عشان عندكم شوية عراقيل شوية. بس انا شايف عندكم مخرج، هو شوية تعب لكن هيكون عندكم مخرج للطريق الصحيح بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح للمغلق. شايف ان الفترة دي، الفترة دي هيكون عندك خروج من حياتك، خروج من كركبة، خروج من تعب. هو انت مش عندك مشكلة، المشكلة دي بتحاول تحلها بقدر المستطاع، بتحولها بأي صفة او بأي طريقة بتحاول تحلها. ماشي، انا شايف عندك الباب مقفول امامك، باب الحظ، باب السعادة، باب الرزق مقفول امامك، ان شاء الله هيتفتح بإذن الله تعالى. شايف ما هو ماشي مأثر كل حاجة عليك، السحر ده مأثر عليك، التوتر والحيرة، التوتر والحيرة، لكن ربنا شايلكم حاجة كبيرة قوي فيها خير ليك. انت ماشي في وضع عصبي، في وضع توتر، لكن شايف برضو في اختلاف ما بينك وما بين الشريك، في اختلاف ما بينك وما بين الشريك، في ناس متعمدة يعني ان توقع ما بينكم او تأذيكم، الناس دي متعمدة انها تأذيكم. شايف برضو ان انت في حاجات كثيرة محطوطة على اكتافكم، شايل حمل كبير، شايل ضغط كبير، بس عندك انتصار على شخص او اشخاص. برضه في مبلغ مالي دايلك بفضل الله تعالى، المبلغ ده كويس، بلاش التسرع، وبلاش التسرع كنا والطاقات السلبيه. انت عندك كميه عصبيه شديده، عندك عصب شديد، عصبك يعني عندك صوتك بيجي عالي، بتنرفز بسرعه، بتتعصب بسرعه. شايف عندك ترقيه في العمل، يعني في ترقيه حلوه، في تحسن في حاجات كتيره عندك، يعني انت ماشي بالكم مشغول، بالكم مشغول بالرزق، بالكم مشغول بحاجات كتيرة، لكن عندكم حاجات كتيرة او حاجات مليحة كتيرة جدا بفضل الله تعالى. شايف عندك هنا قاعدة او جلسة هتكون في صالحك، في توقيع اوراق، دي التوقيع ده هيكون لصالحك.
شايف عندك راحة الفترة اللي داية بإذن الله تعالى. انتوا هنا ماشي ما بتحبوش تأذوا حد، ما بتحبوش تتكلموا على حد، ما بتحبوش تأذوا حد خالص. شايف ان انتوا قررتم برضه ان انتوا تاخدوا قرار حاسم، هتاخدوا قرار يعني هيعلي من شأنكم. عندكم تغيرات كثيرة جدا، عندكم برضه حدات يعني بالوضع اللي انتم فيه ده هيتحسن بإذن الله تعالى، وهتردع الفرحة وهيكون عندك أكتر من فرحة. خلي بالك بس من الستات اللي بيتكلموا عليكم، الست اللي عمالة تبخسم عليكم، خلي بالكم من الستات، لأن انتوا باين عليكم الإرهاق، باين عليكم التعب قوي، باين عليكم الضغط. يعني هو مسبب لكم أذى أو مسبب لكم تعب أو مسبب لكم مشاكل. يعني انا شايف عندكم يعني طاقات سلبية شديدة. هتاخد حقك، انت ماشي اتظلمت لك حق وهتاخده، اتظلمت حقك رادع بإذن الله تعالى وهتاخذ حقك ليك. انا شايف في رجوع حق، رجوع حق رجع لك بإذن الله. بس انا شايف في حد هنا بيحاول يذيب اللوم عليك، بيحاول يتكلم عليك بعرض شغل او عرض وظيفة. بس خلي بالكم، دايما بقول لكم خلي بالكم وما تضيعوش اي حاجه من وشكم او ما تضيعوش اي حاجه من حياتكم. شوف الفتره دي، يعني شوف الفتره دي انتوا قافلين على نفسكم، مش عايزين تتكلموا، مش عايزين تتعاملوا، مش عايزين تفتحوا اي حاجه او تفتحوا اي موضوع بسبب حاجات كثيره، حصل مشاكل او حصلت حاجه. لكن في صلح جديد، في سفر جديد، في فرصه جديده برضو عندك، في حاجات كثيره عندكم في حياتكم هتتغير. قدر ربنا ليكم يفتح لكم الابواب المغلقه، في طاقه ايجابيه ديالكم باذن الله. يعني انا شايف يعني كلمه الارهاق اللي عندكم هتنتهي، هبشركم باذن الله تعالى. يعني شايف ان انتم هتمسكوا مبلغ من المال او منصب حلو، يعني هيكون عندكم فرحه كبيره. انتم دايما واثقين في نفسكم، بس واحدة الست دي متعمدة انها تؤذيكم، لان خطاكم في دماغها بتحاول تأذيكم او تتعبكم بأي طرق. فبقول لكم خلي بالكم من الست دي، الست دي طويلة وتخينة، بتهتم جدا بنفسها، بتحب نفسها كتير قوي. خلي بالكم من الست دي، عشان الست دي عايزة توقعكم في أذى، عايزة توقعكم في أذى كبير. ربنا هينديكم بإذن الله تعالى من هذا الشياطين أو المشاكل اللي أنتم فيهم. عندك كمان هنا حاجة جديدة هتحصل، يعني من بعد الضيق أو التعب اللي أنت فيه هتحصل الحاجة دي حلوة. شايف الأمور هتبدأ تتظبط معاكم بشكل تجريدي بفضل الله تعالى. في عندكم برضه أنا شايف خاتم خطوبة في أرض بيتكم، ممكن نكون زواج ببيتكم أو خطوبة في أرض بيتكم أو فرحة أو زواج أو رجوع للمنفصلين. في رجوع للمنفصلين، في طاقة جديدة، طاقة مختلفة، طاقة حلوة، زواج بإذن الله تعالى. شايف إنها في كذا حدث تتجدد عندكم، في طاقة يعني مختلفة كبيرة بشكل جدا. يعني شايفنا بس انتوا هنا متعرضين للأذى، متعرضين للأذى، بتتعرضوا للأذى كتير بسبب الستات دي. بس أنا شايفك منتظر حادث، عندك طاقة انتظار، عندك طاقة انتظار كبيرة. بس عندكم أمر هيقضى، عندكم حمل ماشي شايلينه على اكتافكم، الهم ده هينزاح والحمل ده هينزاح من عليكم. شايف عندكم مشروع كبير هتدخلوا فيه او داخلين فيه، فيه دعم، في دعم حد يساعدكم. في نفور ما بينكم وبين الشريك بسبب السحر اللي قلت لكم عليه. شايف ان انت والشريك في مشاكل ما بينكم او حصل انفصال. شايف في نفور ما بينكم بسبب السحر التفريق، بسبب السحر كما كنا. شايفكم برضه هنا انتوا في خروج طرف ثالث من حياتكم، الطرف الثالث ده هيمشي من حياتكم وهيخرج من حياتكم. الطرف الثالث ده هينتهي، الطرف الثالث ده من حياتكم. شايف عندكم هنا بتحاول تشتري منزل او حابب تخرج من المكان اللي انت فيه، حابب تسافر او حابب تشتري مسكن جديد. لان شايفك انت منعزل في هذا المسكن او حابب، محتار، مخنوق، صحتكم تعبانه الفتره دي، قام حابب تغير من مكان لمكان، بحابب تغير من المسكن اللي انت فيه تشتري مسكن جديد. شايف عندك بتخلص اوراق لهذا المسكن وراح تنقل باذن الله تعالى في المسكن الجديد ان شاء الله، لان انت في ارض بيتك مش مرتاح. ارض بيتك حاسس ان في ظلم، حاسس ان في كذا حدا تعباك في ارض بيتك، في كذا طاقه سلبيه، فحابب تنقل من المكان اللي انت فيه او حابب تشتري مسكن جديد. شايف انه برضه ان انتوا هنا من
ما حبيتوش او مش حابين تتكلم مع حد، مش حابين تقعدوا مع الناس، حابين تنعزلوا، حابين تكونوا مع نفسيكم. بس في فرحة بإذن الله تعالى، الفرحة دي هتطلعكم من أي حادة، في رزق حلو دايلكم أو فلوس ديالكم بإذن الله تعالى. بس السحر التفريق ده، السحر المعمول ده، السحر الست دي متعمدة تأذيكم، بس إن شاء الله هتخلصوا من هذا السحر بقدرة الله تعالى، لأن ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب بإذن الله. صلي على الحبيب المصطفى. طريق السفر قدامك مفتوح، انت بتخلص اوراق عايز تسافر، سفر شغل او سفر فسحه، يعني انا شايف طريق سفر قدامك مفتوحه باذن الله تعالى، وهتسافر، عندك طريق سفر. في حد عايز يردعلكم الفتره دي، او عايز يكلمكم، او عايز يتواصل معاكم؟ يعني انا شايف في حد عايز يردعلكم او عايز يتواصل معاكم، لان انا شايفه حابب يردعلكم. شايف هنا ما بينكم وما بين حد مشاعر قويه جدا، هتاخذ فيها قرار حاسم هذا المشاعر او هذا التواصل. شايف ان انت تاخذ قرار حاسم. شايف ان عندك فرحه، الفرحه دي جميله ليك، عندك فرحه ديالك باذن الله، تخص نجاح، تخص اولادك الفرحه دي، تخص نجاح، تخص خطوبه، تخص ارتباط. شايف ان في فرحه هتكون مبسوط منها. انتوا بتشتكوا، مش بتشتكوا من ظهركم، بتشتكوا من التعطير، من المشاكل، بالخنقه، وكنا من السحر احبابي في الله، احبابي في الله، والفرحه موجوده. شايفك ان انت بتعاتب حد، بتتكلم مع حد، في عتاب ما بينكم وبين شخص، ممكن نقول خطيبك او زوجك، في عتاب ما بينكم، بس في صلح بعد العتاب ده، بعد العتاب في صلح باذن الله تعالى. ماشي، هنا انت في ناس، بس خلي بالكم الست دي بتتكلم عليكم بشكل عفيش، بتتكلم عليكم بشكل كتير جدا، حابه تاذيكم باي طريقه، حابة تأذيكم بأي طريقة، مع إن أنتوا كويسين وطيبين مع ناس كتير، وبتساعدوا ناس كتير، وواقفين مع ناس كتير، لكن الناس مش بتحب لكم الخير، الناس مش حباكم تكونوا أحسن منها. أنا شايف برضه في طاقة المال شديدة جدا ديالكم، طاقة مال كبيرة بإذن الله تعالى، البيبان اللي كنت بتحاول تفتحها هتتفتح أمامك بإذن الله تعالى، في أوراق حكومية بتخلصها تخص قضايا أو حد مسدود قريبك، راح تخلص على خير هذا الاوراق ان شاء الله، هيطلعوا باذن الله تعالى، هيطلعوا باذن الله تعالى. ماشي، الحياة اللي مأثر عليكم كنا من السحر، وراح تنتهي منها باذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف ان انتوا هنا قررتم ان انتوا تتعاملوا بشكل مختلف، بتتعاملوا مع الناس دي بشدة، وتمشي في طريقك زي ما انت، طريق الرزق، طريق الراحة بإذن الله تعالى، وتفتح أمامك الأبواب بقدرة الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك، وأنت خير المبشرين كله. أتمنى من أحبابي في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة، وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من أسرار العالم الروحاني. وإن كنت بتعاني من السحر أو مس أو من تعطيل أو من تابعة، الرقم أمامكم، اللي حابب يتواصل معنا يشرف يتواصل معنا واتس، وان شاء الله نكون في حسن ظنه. وكما تعودنا انزل في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى. اللهم صلي صلاة جلال وسلم سلام الجمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشي اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات، فنظر الى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي عزه من كل سوء. اللهم